الإخوان المشاهدين متتبعي قناة مناظر بلادي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائنا وأحبابنا أصحابنا والناس اللي كتسافر معنا وكتتبع معنا القناة، تحية لكم جميعا أينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن، تحية لجميع المشاهدين. إخوان، هاد الشارع اللي غتشوفوا معنا إن شاء الله، هاد الشارع هذا هو الطريق ديال بكرة. الطريق هذا هو اللي كيخرجكم في سمارة، وكيخرجكم الإخوان في ساحة ديال النيكجير، فين كاين الأوتيل ديال النيكجير، وتخرجوا من هذاك الشارع، تخرجوا منه حتى الطريق ديال بوجدور، الناس اللي يمشيوا للداخلة، وكذلك تخرجوا للساحة ديال المشوار وقصر المؤتمرات، وكذلك تخرجكم في الطريق ديال المطار. والناس اللي غير رجعوا يمشوا الطريق ديال طانطان كذلك يمشيوا ويهبطوا على اليمين ديالهم، كاين كذلك المحطة الطرقية، كاين كذلك الملعب ديال الشيخ الغضف، كاين تاهو في الطريق، والطريق كتخرجكم حتى للبلايا. تحية لجميع متتبعي قناة مناظر بلادي، تحية لجميع المشاهدين، خليكم مسافرين، خليكم شادين الطريق، شوفوا معنا البنية التحتية، شوفوا معنا الشوارع، مدينة العيون، وهذا من أكبر الشوارع، مدينة العيون الحبيبة، اللهم بارك. تحية للجميع، خليكم مسافرين، خليكم تساروا معنا المغرب، تساروا معنا الصحراء. تحية للجميع، وخليكم متابعين القناة وديما الجديد مع مناظر بلادي، تحية لكم جميعا. هذا الاخوه اللي كتشوفوا معنا، هذا شارع مكه، اللهم بارك. شوفوا الاخوان النخال، وشوفوا يعني الطريق كيفاش دايره، داكشي الروعه، يا سلام. شوفوا المدارات، يعني لي رومبا، داكشي جميل جدا الاخوان. هذا الرومبا، هذه الاولى، هذه اللي قدامنا الاخوان، هذه اللي درتي على اليمين كتخرجكم الاذاعات العيون الجهويه، وكاين واحد الحي اداري تما، كاين بعض الادارات اللي كاينين تما. هذا الرومبا هذه على اليمين، تخرجوا الاذاعات العيون الجهويه، ولا كملتوا الطريق على الاخوان، كما قلت لكم الاخوان كتخرجوا في
ساحة المشوار وكذلك قصر المؤتمرات. داكشي رائع جدا الإخوان، خليكم مسافرين، خليكم شادين الطريق، تمنظروا معنا شوية. تحية للجميع، وما تنسوناش في أبوني في القناة اللي ما دايرش أبوني في القناة، وما تنسوش الضغط على الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، ما تنسوناش في لايك، ما تنسوناش مشاركة القناة فضلا وليس أمرا. تحية للجميع. مشاركة القناة يعني باش اللي مازال ما عارف والو على البلاد يعرف ويكتشف البلاد، يكتشف الصحراء ديالنا كيفاش الصبحات. يا سلام على العيون، عاصمة الجنوب. تحية للجميع الإخوان، وخليكم مسافرين، تحية لكم. الإخوان، هذه هي ساحة المشوار، غنية عن التعريف. الناس معروفة هذه ساحة المشوار في مدينة العيون، هذه اللي على اليسار ديالنا، واللي على اليمين أنفاس معها الإخوان قصر المؤتمرات. ملعب الشيخ الأغضب في مدينة العيون، هذا الرومبا الإخوان معروفة بالقلب ديال السكر، يقولوا لها الرومبا ديال القلب، فيها طنافورة عجيبة جدا. اللي كتواجد هنا جنب هذا الصور ربما يكون صور ديال المطار، نشوفه. المطار ديال العيون هو
الاخوه اللي على اليسار ديالنا الاخوان. هاد الرومبا الاخوان هنايا مدخل ديال المطار. الناس اللي غادي للمطار كيدوروا على اليسار ديالهم، وهذه الطريق اللي كتخرجكم الاخوان المرسى ديال العيون، وكذلك الطريق ديال بوجدور داخله. تحيه لجميع متتبعي قناه مناظر بلادي، تحيه لجميع المشاهدين داخل الوطن وخارج الوطن، تحيه لكم جميعا اينما كنتم. رجع بالنفع على هاد الافارقة اللي كيجيبو هاد الشاحنات بحال هكا وكيشدو الطريق، وكلهم افارقة. تحية لكم جميعا والى فيديو اخر ان شاء الله، السلام عليكم.